شعب السعودية الكرام، أهلينا في السعودية، الدوري السعودي، دوري روشن السعودي، والليلة موقعها ومعركة وتحدي جبار بين الاتحاد السعودي والأهلي السعودي. ديربي جدة، ديربي جدة، كلاسيكو ناري جدا جدا جدا. مباراة متوقع أنها تكون مباراة نارية، مباراة حماسية، مباراة كلها هجمات، مباراة هجمة هنا وهجمة هناك، هدف هنا وهدف هناك، ويا رب كل ليلة زي ليلة النصر السعودي والأهلي السعودي. خلينا نتفرج النهاردة على ماتش الاتحاد السعودي والأهلي السعودي في الأسبوع التاسع من دوري روشن السعودي. المباراة جميلة والجمهور جميل والدنيا جميلة، ويا الله 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 على الليلة الممتعة. عزيزي السعودي، عزيزي المشاهد، إذا كانت جنسيتك إيه، لو أنت من السعودية اكتب في الكومنتات وحي الدوري بتاعك وحط لايك الفيديو، خليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي، لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وخلينا نبدأ مع بعض رد فعل على مباراة الاتحاد السعودي والأهلي السعودي. كرة عند رياض محرز، رياض رياض الدقيقة الثامنة، بدأت بدري بدأت بدري، رياض عند رياض، شوت رياض 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 يرا، وابا الهدف الأول، ولكن تسلل الحكم الراية، رافع التسلل في الدقيقة الثامنة، تبدأ الليلة، رياض محرز عدى، رياض محرز شاط، شالها الحارس وكمل عليها اللاعب العمراني، حطها ولكن تسلل، توصل بنزيمة، بنزيمة عد مر، عد فات، عد راح، شوت شوت، التصدي الاول لمندي، التصدي الاول، الكرة عند الاهلي، اوه فيها ايه، فيها ايه، بره 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 بره، والدقيقة 12 حاجة، اوه دم دم عند فرانك كيسي، دم في وجه فرانك كيسي، دم وتدخل قوي جدا في الراس. دقيقة 13 هجمة هنا وهجمة هناك، هدف هنا اوف سايد وهناك شالها مندي. الليلة بدأ، الليلة بدأ بداية نارية، الليلة بدأ بداية ممتعة، ودلوقتي مباراة باين عليها من أولها، خلينا نستكملها مع بعض. تاني كيسين، كرة توصل عند الأهلي، عدى فات ولكن ما عدهوش، عدى مر، راح راح، هيعمل ايه؟ عمل اسيست في دفاع الاتحاد عند رياض، رياض رياض هياخده لبره، رياض رياض عرضية ولا بره؟ عرضية وراح بيها، راح راح ما لعبش العرضية، وقف عليها، وقف رياض، اداها لفرانك كيسيه، كيسيه لعبها لرياض، لعبة جميلة وعرضية ولكن بره، تنزل لفرانك كيسيه، الله الله الله، الدقيقة 30 فرانك كيسيه يفتتح التسجيل، ومرة دي مش اوفسايد، المرة دي مش اوفسايد، لعبوها كويس، ولكن شوف الوان تاتش في الدقيقة من فرانك كيسيه، شوف الوان تاتش من الأول لمسة لفرانك كيسيه، حطها جميلة وحطها ممتعة، والهدف الأول للأهلي السعودي. نص ساعة أولى هجمة هنا وهجمة هناك، تسلل للأهلي، ولكن الكرة الثانية للأهلي بهدف رائع جميل عن طريق فرانك كيسيه. شوف الكرة اتلعبت، رياض رياض عمل عرضية وصلت، رجعت من اللاعب العمراني وحطها كيسيه في الضيقة، حطها كيسيه، ازاي شفت ان هي واسعة وهي ضيقة، ازاي شفت انها فاضية وسط الدفاعات، ازاي بصيت على الجون قبل ما تجيلك الكرة، حطها بشكل رائع فرانك كيسيه، الله عليك الله. 1-0 1-0 للاتحاد، 1-0 وبدأت الليلة، 1-0 للأهلي، عذرا 1-0 الأهلي وبدأت الليلة. فرانك كيسيه، فرانك كيسيه هو رافع راسه، فرانك كيسيه هو رابط راسه، الله عليك يا ابني الله، الهدف الأول، الهدف الأول. شوف بقى جماهير الاتحاد، شوف ولعت ونار جماهير الاتحاد، شوف متعة جماهير الاتحاد، الكرة وصلت، كرة ايه، كرة فاول للاتحاد للأهلي، الكرة فاول للأهلي، الكرة ايه، الكرة فاول للأهلي، الكرة فاول للأهلي، يا الله. انذار لفابينو، انذار لفابينو، مباراة ممتعة، الأهلي رائع، الاتحاد متراجع، الأهلي رائع والاتحاد متراجع، المباراة حتى الآن في جانب النادي الأهلي، المباراة حتى الآن تميل في كافة النادي الأهلي السعودي، ولكن الاتحاد متراجع نسبيا حتى الآن. الكرة مرتدة وصلت الاتحاد، راح عدى فات، تسديدة ولا ايه، ولكن بره 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 يا حبيبي، بره يا كانتي بره، الدقيقة 43 ولكن تسديدة بره، بنزيما بنزيما بنزيما، يا بنزيما يا بنزيما كيف ضيع
اديها الخمسة من الوقت بدل ضايع. ازاي ده يعطيها بنزيمة؟ ازاي ده يعطيها بنزيمة؟ توصل الكرة عند الاتحاد، وصلت عدى مر على الكرة، ولكن قال لك ايه؟ قال لك ضربة مرمى. دقيقتين ويخلص الشوط الاول، 1-0 الاهلي. بدأ الاتحاد، بدأ هجوم الاتحاد، بدأت لعيب الاتحاد، وشكلها كده هتبقى بداية نارية في الشوط الثاني. طيب عزيزي المشاهد، عزيزي المتابع، حكم المباراة يطلق صفارة نهاية الشوط الاول بتقدم الاهلي السعودي بهدف مقابل لا شيء، ولكن ما زالت القصة حكاية، وما زالت القصة بقية، ولن تنتهي الليلة، بل ستبدأ الليلة في الشوط الثاني. انتصر 45 دقيقة ورد فعل مصري على مباراة الاتحاد السعودي والاهلي السعودي في الشوط الثاني، ولكن خليك معنا قدام معنا فضلك في سبسكرايب القناة، ويلا بينا على الشوط الثاني. بدأ الشوط الثاني، بدأت الليلة، بدأت المتعة. يلا بقى، عايزين الليلة ومتعة حلوة. مرة وصاوي، مرة وصاوي، عدى طرقوه، بنزيما مرة، بنزيما عرضية. يا راجل يا راجل، اطول شوية، رجعت تاني، عرضية تانية، وصلت ناحية تانية، ولكن دفاعات الاهلي. بقول لك الليلة هتبدأ في الشوط التاني، مش قلت لك الليلة هتبدأ في الشوط التاني؟ مش قلت لك المتعة الحقيقية في الشوط التاني؟ ادي الكورة فابينو ترجع عند خط دفاع الاتحاد، تحضير والاهلي متراجع، تحضير والاهلي متراجع. الدقيقة 56 عرضية، وصلت، اتحطت، جميلة جميلة جميلة. اوه يا اخي يا اخي، خدها لجوه، رجع حط. كرة جنب القائم، الكرة جنب القائم من المهند، الكرة جنب القائم من مهند. يا رب الليلة، الليلة بدأت والمتعة بدأت اخواتي السعوديين. ديربي ناري، ديربي جدة ناري. الشوط الاول اهلاوي، الشوط الثاني لحد الدقيقة 70 اتحاداوي، وكورة رائعة، وكورة ايه؟ وكورة فما جول، فما ولا ايه؟ عدى عدى الشوط ولا حط، ولكن في الدفاع، وصلت رجعت، ولكن الدفاع يشيل مرة تانية. اوه درباكة، وصلت يا راجل، يا رب. بنزيما 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 حط، بنزيما احرز الهدف التعادل. قلت لك الليله هتبدا في الشوط الثاني، قلت لك متعه الجماهير هتبدا في الشوط الثاني، قلت لك المباراه في الشوط الثاني هي البدايه الحقيقيه، قلت لك. والبنزو يعلن البدايه قبل انتهاء المباراه بتلت ساعه. ده ايه ده؟ ممكن يكون فيها وقت ضايع كمان، ده ممكن توصل لنص ساعه كمان، ده لسه الليله بتقول يا هادي. 1-1. فيها شك، فيها شك، ولكن كريم خدها، كريم حطها، كريم سجلها، وتخطى، وتخطى مندي، مندي اللي عمل اداء رائع، ولكن البنزو، البنزو، البنزو حط، والبنزو سجل، والتعادل. وهنشوف رأي الفار، هنشوف رأي الفار، الحكم موقف اللعب، هنشوف رأي الفار. كل الجماهير على اعصابها. الدقيقه 71 هيعلن التعادل ولا يعلن الغاء الهدف؟ هنشوف، هنشوف ماذا سيحدث، هنشوف المباراه موديانا على فين. ليله جميله، ديربي جميل، ديربي رائع. قلت لك، قلت لك فيها عرقله، قلت لك فيها عرقله، رجل في رجل. وبالفعل قدامنا ان اللاعب بتاع الاتحاد داس على رجل مدافع الاهلي، وشكلها فيها ايه؟ شكلها فيها الهدف ملغي ولا ايه؟ هنشوف، هنشوف. لكن بنزيما تصرف، بنزيما تصرف بشكل رائع. هنشوف الحكم هيقول ايه، وهنشوف رأي الفار. النتيجة ما زالت 1-1. راح الحكم للفار، راح الحكم للفار، وجابوا له الزاوية جاهزة. اديني قرارك، اديني هتقول ايه. راجع للملعب، ويا ريته ما رجع للملعب علشان رجع النتيجة 1-0. بيقول لنا ان المتعة هتقل شوية. ادي 74 محرز لعب الكورة، لاعب الاتحاد، لاعب الاهلي بيلعبوا برود اعصاب كبير جدا. اوه اوه اوه, أوه. حلوه، خدها، راح يا اخي، باصي يا اخي، حط يا اخي، حطها احلى من كده، ولكن عدت وخبطت في دفاع الاتحاد. مارسيلو يا اخي، يا راجل يا راجل، بتعمل ايه قدام فيرمينو يا راجل، يا راجل ما ستفعل، ولكن عدت على خير. 10 دقائق من نور،
الدقيقة 80 و10 دقائق من نار. الاتحاد كن أم لم أكن، الأهلي الحفاظ على الثلاث نقاط، الحفاظ للتقدم في الترتيب، الحفاظ للتعادل مع الأهلي في عدد النقاط. أوه على الروح، أوه الكرة عند الاتحاد، الدقيقة 84، بنزيما مر، بنزيما عدى، بنزيما الكانتي، بنزيما يا مندي يا مندي يا مندي، شكلها ليلتك يا مندي، حلوة قوي مندي، شالها بشكل رائع قوي مندي يا مندي يا مندي يا مندي. الدقيقة 85، ماذا سيعلن هذه المباراة؟ ما زالت التقدم للأهلي 1-0. الدقيقة الأخيرة واقتربت من 90، والحكم الرابع بيرفع، أوبا 12 دقيقة لسه المباراة معانا مكملة، لسه المتعة معانا مكملة، ولكن ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل في ال 12 دقيقة دول. يا رب على الليلة والمتعة، يا رب على الليلة والمتعة الجميلة ما بين جماهير الاتحاد وجماهير الاهلي. بتألق مندي بصمود لاعبي الاهلي، الاهلي السعودي يقتنص 3 نقاط غاليه جدا بهدف وحيد، وصمود رجال الاهلي وصمود مندي وتصدي مندي للعديد من الكور والعديد من الانفرادات والتسديدات من لاعبي الاتحاد، ولكن الاهلي عريس الليله. فرانك كيسيه سجل الهدف، بعد كده الاهلي قال لك ما بلاها بقى، تعال ناخد الثلاث نقاط باريحيه وذكاء، وخدوا الثلاث نقاط وكسبوا المباراة 1-0. كلاسيكو ده كلاسيكو جدة، ديربي جدة، 1-0 للأهلي السعودي الأسبوع التاسع، وكلاسيكو الأسبوع التاسع ينتهي بفوز الأهلي السعودي على الاتحاد السعودي في دور رشل السعودي. وده كان معاكم فتح ياسر من رد فعل مصري على مباراة ديربي جدة الأهلي السعودي واتحاد جدة السعودي. أعزائي المشاهدين، خليك ملعب ده معانا، فتح لايك فيديو، سبسكرايب في القناة، دمتم في أمان الله.